المقصود بعلم الطاقة أو مقصود بعلم الأرقام تحديداً دكتور؟ التفاؤل كتير مهم في معالجة الطاقة. الكورونا وضع أي حل؟ هذا كان سنة المفاجآت. الوضع في مصر بشكل عام، مصر إن شاء الله أنا بقول إن هي هتكون دولة عظمى، وسجلوا الكلام ده. أول سنة 2021 كان لسه فيها ذبذبات سلبية من الذبذبات بتاعة 2020. ألف لام التعريف الأهلي والهمزة على السطر ده لازم هيدي لها طاقة إيجابية. مساء الخير. في حلقة الأمس من نص الكلام شفنا نماذج متعددة في موضوع قراءة الطالع. ليلي رح نكمل المشوار ونستكمل بنفس الموضوع، ولكن بنماذج مختلفة تختصر هذا العالم بأسراره وخباياه. بداية دعونا نستمع لرأي الشارع المصري في هذا الموضوع. مؤمن بقراية الكف، الفنجان، الأبراج؟ لا، الحاجات دي مش مؤمن بيها خالص يعني. لا، مش مؤمنة بيها عشان دي حاجات في علم الغيب. لا طبعا، انا شايفه كلها حاجات تسالي كده فور فان مش اكتر يعني، مش شايفه حقيقيه يعني. لا طبعا، ده حرام جدا، منهي عنه النبي عليه السلام، نهى عن الكلام ده كله، والكلام ده كله حاجات في علم الغيب ما يعلمهاش الا ربنا سبحانه وتعالى يعني. بص، هي قرايه الكف والفنجان دي لا، لكن بصراحه الابراج بحب اقراها يعني حتى هو كذب المنجمون ولو صدقوا، لكن انا بحب اقراها. قرايه الكف والفنجان ده نوع من انواع التنجيم، ده طبعا حرام. والابراج هي علم جزء منه صح وجزء منه غلط. قرايه الفنجان ده اكتر حاجه ممكن بقتنع بيها شويه. في اجتهادات، وفي ناس بتربطها بعلم الفلك، وفي ناس اجتهدوا فيها، بس في الاساس ما اعتقدش انها صحيحه يعني. شايفه ان الكلام ده بيبقى عن علم ولا اي كلام؟ لا طبعا، هو دلوقتي في الوقت الحالي اكيد عن علم يعني، ما بيستندش على علم يعني. هو ممكن يكون بيصادف احيانا الواقع فالانسان بيعتقد فيه. شايف ان هو مش عن علم يعني، في كل الكتب السماويه يعني ابتدوا ان احنا عدم التنبؤ بالموضوع يعني. لا، ما اعتقدش ان علم، هو مجرد حاجات صدف لا اكتر ولا اقل يعني. حته الابراج دي شويه، عارف انت اللي هو ايه، انت ماشي كانك بتتفرج على كوميكس على فيسبوك عادي، انت متاكد ان الكلام شويه عام، فطبيعي اي حد يبقى عايز يسمع الكلام ده عن نفسه. اي كلام طبعا، والدجالين دول بيسترزقوا من الكلام دوت وبيلموا فلوس كتيره وبيعتمدوا على جهل الناس بالدين. العلم ده هو علم مجازي غير حقيقي. الدليل هم نفسهم لما بيجوا يفسروا يقول لك والله اعلم. جربتي حاجه من الحاجات دي قبل كده؟ لا، كنت ساعات بقرا عن برجي زمان، البرج برضو عن برجي، بس لما جربتش ان حد يقرا لي الكف او الفنجان او كده. طب لو جربت وطلع الكلام حقيقي، ممكن تؤمنوا بالموضوع ده وتبقوا حابين ان تقروا تاني؟ هو ممكن، بس ساعتها ممكن تبقى حظ يعني، ممكن تبقى جت معاه بالحظ يعني، مش حقيقه. جربت الابراج، بس بتبقى حاجه زي سمر او فكاهه كده يعني، اللي هو تديك زي رياكشن كويس او مود كويس في خلال اليوم. لا والله انا ما جربتش الحاجات دي خالص. ما جربتش بصراحه الفنجان، ما جربتش قراءه الكف، لا ما جربتهوش بصراحه يعني. لما اكون زهقان وبحب اهزر او اضحك اوكي، لكن غير كده لا. هو ابراج بنقرا بس على سبيل الدعابه فقط ليس الا يعني. ولما بنتكلم عن التارو طبعا، من الاسماء اللي بترد الى ذهننا اسم مليكه اللي كتار بيقصوها للتوقعات او بينتظروا لقاءاتها التلفزيونيه، واللي هي اليوم مشرفانا ومنورانا كمان باستديو نص الكلام. مساء الخير مليكه. مساء النور حبيبي. اهلا وسهلا بحضرتك. نحكي عن عالم التارو. عالم التارو لو بدك توصفيه بكلمه او كلمتين بتقولي عنه ايه؟ يعني في منه علم شويه، وهو ممكن تكون توقعات. خليني أنا أقولها توقعات. إمتى ابتدأت رحلتك في العالم ده؟ من وأنا سني 20 سنة.
من 20 سنة تقريباً، من وأنا سني 20 سنة. عمرك كان 20 سنة أول ما ابتديتي، تعلمتيها ولا حسيتي عندك ملكة معينة لا في حتى ما كنتيش عارفة تترجميها فين؟ لا ما تعلمتهاش، هي كانت ملكة وما فهمتهاش إلا لما كبرت شوي. إيه عبارة عن إيه كانت الملكة؟ يعني كنت ممكن أقعد مع صحباتي وأقول حاجة وتحصل وتيجي تقول لي حصلت، كنت ممكن يبقى جوايا احساس والاقيه فعلا بيتحقق، حاجات شبه كده يعني. فكنت حيرانه فيها الاول لاني ما كنتش فاهمه، بالنسبه لي كان موضوع جديد. طب وليه اخترت التارو؟ حبيته. عشان الترجمه او تقدر تكون وسيله لترجم مشاعرك واللي انت بتفكري فيه. بالظبط كده. طب الناس بتخلط بموضوع التارو، بتسمع بتقول لك الكوتشينا، وفي ناس بتعرف التارو بعلم له شهرة كتير كبير بالغرب، وفي أوراق معينة بالغرب، وفي أوراق نستخدمها مرة أولى ما تنفعش نبدلها بسهولة، يعني في إلها تكتيك أو إذا بدك نظام خاص عالم التارو؟ هقولك، هو كل واحد وليه طريقته في القصة دي، وكل واحد ليه حبه للكلام ده. في ناس بتحب الكوتشينا العادية، في ناس شاطره جدا وليها توقعات هائله فيها، في ناس بتحب التارو، فدي بترجع بقى للملكه، للروحانيه او للدراسه. لان في ناس دارسه ده وبتتكلم فيه عن دراسه، وفي ناس عندها ملكه. انا واحده من الناس عندي ملكه، يعني ملكه التارو. لا نكتفي فقط بموضوع العلم والدراسه فيه، لازم يكون فيه الروحانيات جزء كبير فيها. أنا ما اكتفيش بعلم أو ما اقتنعش بيه، يعني هو علم وبيتدرس، لكن الروحاني لازم يكون فيه الجنب ده. التارو بيشوف إيه؟ بيشوف إيه بالشخص؟ أنا بالنسبة لي كل حاجة في حياة الشخص. بيشوف لصاحب العلاقة برضو؟ بتشوف لنفسك؟ لا ليه؟ صعب شوي، ممكن بس صعب. هو ممكن مش لا بس صعب. مع بداية كل سنة منلاقي كتار من الأشخاص بيتوقعوا بيعملوا توقعات عامة للسنة بشكل عام، إيه اللي صح من توقعاتك اللي شفتها مع بداية السنة، وإيه اللي منتظرنا فيما تبقى من هذه السنة؟ في بداية السنة أنا قلت إن 2020 هتفضل مستمرة في يناير وفبراير، وقلت إن من 21 مارس هتبدأ سنة 21، أو هتبدأ كل الأبراج تاخد حقها في سنة 21. في نهاية السنة توقعت في شهر واحد، وقلت تحديداً من 20 أو 21 واحد الذهب هينزل. وده حقيقي، بيحصل وما زال بيحصل. وكتبت قلت واستنوا هقول إمتى هيعلى، لأن لسه شوية لسه حبة. اتكلمت عن الكورونا وتوقعت ان الكورونا بعد شهر مارس هيكون الموضوع ده تقريبا خف او قل. يعني احنا هلا في المرحله المقبله هنقول وداعا للكورونا. هنقول وداعا للكورونا بشكل نهائي. كوارث طبيعيه، يعني السنه هتكون سنه كوارث طبيعيه. اللقاحات هتستمر ملكه؟ هتستمر. الناس هتاخدها بشكل منتظم، هتبقى سهله جدا. مش زي اللي بيحصل. لا لا لا، هتبقى سهله جدا جدا جدا. الحياه هترجع لطبيعتها. 21 هتبقى سنه كويسه جدا وعلى كل الابراج. عم تحكي بالابراج على كل عامه، عن كل الابراج. السنه دي هيبقى في خير كتير، هيبقى في تحسن كتير، حتى في البلد اللي هي بلدنا، اللي هي دايما بلد الامن والامان، يعني هتكون احسن بكتير. حلو. يعني هتكون احسن من الفتره اللي فاتت بكتير. اثناء بحثك وتحضيرك، ايه ابرز الاحداث اللي لفتتك وقلتي عاوزه تشارك بيها مع الناس ومع متابعيني؟ احداث فنيه، احداث امنيه، احداث هيك عامه رياضيه، شاركينا فيها. للامنيه انا بقول ان مصر رايحه للاحسن السنه دي، رايحه الانفتاح، رايحه القوه اكتر من الاول. رياضيه هيبقى في
ايه الموضوع هيزدهر قوي. لا بدك تعمل ستريس على النقطه دي بقى لانه انت عارفه ده اهم الناس وكتير بتهتم فيه. لا هيبقى في قوه السنه دي في الموضوع ده. في نوادي هتعلى بجد يعني، في حاجات في نوادي هتعلى بجد. مين؟ بلاش نقول مين. ليه؟ يعني خلينا بلاش نقول. طب ليه؟ انت صريحه، معروفه انك صريحه وخليك تكون السباقه. يعني ممكن اقول شويه الاهلي ما كانش اخد حقه شويه. لا السنه دي هيبقى فيه هيبقى فيه قوه، انتصار وقوه للاهلي. وهيبقى فيه منافسه قويه بس هيبقى فيه انتصار وقوه. هترجع القصه دي احداث فنيه، فنانين، اعمال، دراما. رمضان السنة دي ايه الوضع؟ لا رمضان السنة دي هيكون كويس جدا. هتبدأ تتألق في ناس. زي مين؟ اتطفت الفترة اللي فاتت. زي مين؟ مين جا في بالك؟ زي مين؟ عايزة أسامي فنانين ولا عايزة فنانين، فنانات، ممثلين؟ القدام شوية. أنا شايفة إن القدام اللي هيطلعوا على الساحة من جديد. من جديد مين خطر على بالك؟ ممكن اقول هالة فاخر، ممكن اقول هالة صدقي. بوسي هيبقى لها رجعه تاني، هيبقى لها تالق تاني. الفئه القديمه شويه. انا شايفه هي اللي هتظهر على الساحه في 21. في احداث فنيه كمان او علاقات؟ ناس هتتطلق، ناس هتتجوز، في علاقات جديده؟ السنه دي شويه الجوازات اكتر، العاطفه هتبقى اقوى. الانفصالات هتبقى قليله شويه. مين اللي هنتفاجئ بارتباطه المفاجئ؟ تسالي اسئله ايه؟ لا اسم مش هقدر اقول لك حد. يعني لا بلاش نقول اسم حد اللي هو للارتباط، بس في من الوسط ناس كتير قوي انفصلت هتحقق ارتباطات السنة. هترجع ترتبط مرة جديدة؟ هترجع ترتبط تاني. في ناس هترجع فعلا. هي تقريبا 99% من 21 هتكون ارتباطات ورجوع للماضي. مين اللي هيكون مفاجأة يعني للناس؟ انه كنا خلاص قلنا لا لا حب ولا ارتباط ولا زواج ولا حاجة، وفجأة هنسمع خبر شخص يعني؟ شخص. لا مش عايزه اقول الاسم. خليني بالتمثيل ولا بالغناء؟ لا بالتمثيل. بالتمثيل. شاب، راجل؟ راجل. اول حرف من اسمه بس. اول حرف خليني اذكرك لانه هنفكر بعضنا. اكيد لازم. قولي لي اول حرف. اول حرف من اسمه ميم. ميم؟ هيتجوز وهيتجوز وهيرتبط. يلا اللي عنده المعلومه يكتب لنا يكتب عليها ونفكر بعضنا بقى. أيوة صح. بالموضوع ده. ايوه صح. ملكه في اي حاجه نختم فيها فيما يخص هذا الموضوع وهذا الجدل القائم حول قراءه الطالع بتحب تختمي فيه؟ حاجه حابه انت تقوليها للناس؟ حابه اطمن كل الابراج السنه دي انها بجد هتبقى في خير كتير، في ناس هتتقدم كتير. الابراج الناريه السنه دي هتكون كويسه جدا. الاسد، الحمل، قوس، عندهم خير بجد، عندهم تغييرات، عندهم شهره، عندهم رجوع لناس قديمه، عندهم كارما هياخدوها السنه دي. حابه اخلي كل الابراج تتفائل ب 21. لان ده حقيقي. نص الكلام ايه؟ برنامجنا ايه؟ مش عارفه دي ارد عليك اقول لك ايه. ليه مش عارفه ارد عليك دي مش عارفه. في حاجه لان مش حلوه مش عاوزه تقوليها ولا ايه؟ لا مفيش حاجه مش حلوه. امال مش عارفه اقول لك ايه. خلوها سنه التفاؤل. طيب خلينا نودع الناس، ناخد بريك. ايه اوكي، لأن رح أعرف منك بعد الفاصل. سوف نعود.
ونصل إلى الفصل الأخير من حلقة الليلة حول قراءة الطالع وبضيافتنا مي عبد الله وياسمين الصفتي. أهلا وسهلا فيكم الستات الجميلات. رح نحكي عن تجربتكم في هذا الإطار. أيضا بصرنا نرحب لحتى يعطينا كمان إرشادات ونصائح على طريقته الخاصة دكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي. مساء الخير مجددا دكتور. يعني الحلقة الأولى والحلقة الثانية فيها نماذج مختلفة ومتعددة ولكن كلها بتصب في نفس الخانة. قولي لي ما يحكي لي شوية تجربتك، كيف ابتدت؟ من امتى عندك الحشرية تروحي وتشوفي وتعرفي الأبراج والحلقات دي؟ لا ده من زمان قوي، يعني من وانا في الجامعة تقريبا. اللي هو لازم أقرأ برجي بيقول ايه. انت برجي ايه تنتري؟ الحمل. الحمل. بس يعني هو ابتدى وانا صغيرة لو اشوف برجي بيقول ايه كل يوم، بعد كده ابتدينا لا اشوف مامتي بقى برج ايه علشان اعرف اتعامل معاها. اوكي. اخواتي برج ايه اعرف اتعامل معاهم. وعرفتي؟ يعني بس السؤال عرفتي؟ بس انا المشكله ان انا يعني عارفه اللي هي طبائع برجي انا اللي هو بحاول اسيطر عليها وبنساهم هم بقى. اوكي. بس وبعد كده الموضوع بقى ابتدى يتطور اللي هو كل سنه بقى لازم اشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي معايا ومع المحيطين بيا القريبين. مع بدايه كل سنه يعني عند التوقعات العامه. طبعا ده مهم جدا. ومش حد واحد، ده لازم اشوف كذا حد واقارن. اوكي. وبعد كده بقى بقيت مش بس ابراج، اشوف التاروت بيقول ايه. واخد بنصايحه، يعني مثلا ما تقصيش شعرك، لا خلاص مش هقص شعرك حسب شو بقول لك التارو بالظبط، يا تقصي يا ما تقصيش مثلا. حاجات كتير بقى قيسي على ده كتير. حلو الكلام. ياسمين شو الوضع معك؟ انا الموضوع بدا معايا برضو من وانا صغيره، من وقت ما كنا يعني انترستد اكتر بالجرايد والمجلات، فكنت بجيب الجرايد والمجلات وانا في ابتدائي مثلا. انت برج ايه؟ انا جدي. الجدي. اوكي. فكنت بجيب الجرايد والمجلات مخصوص عشان اقرا الابراج اللي هو حظك اليوم ده. فده كان مهم عندي جدا، اللي هو كل جرنان او جريده لازم اقرا منه حظك اليوم. بدا الموضوع بقى يعني يتطور معايا لحد ما وصلت دلوقتي بقى، فبقيت اي حد بشوفه انت برج ايه لو اول مره نتقابل، فحسيت ان الموضوع بيوفر عليا ان انا ببدا احط سمات معينه للشخص قبل ما اتعامل معاه. طبعا البرج بيختلف من شخص للتاني، وكل وقت زمني مختلف، العصر الاولانيين غير في النص غير في الاخر، وغير الرجل وغير الست، وغير الرجل وغير الست. فبدات اعمل مقارنات، يعني انت مثلا برج مثلا تور وحد تاني برج مثلا عذراء، طب ده ايه وده ايه، او تور وتور، فايه الاختلاف ما بينهم. اوكي. فبدات اعمل مقارنات لحد ما دلوقتي لا واصله ل 70% ممكن اعرف اتعامل معاكي من غير ما اكون دارسه اصلا. على الصفات العامه للشخصيه، شخصيه البرج يعني بالظبط تمشي عليها. بالظبط. طب انت كمان من الشخصيات اللي اذا قريت برج اليوم مثلا قال لك ما تخرجيش هيصير معاكي حادثه، ما بتخرجيش؟ لا لا لا، انا ممكن اقرا الابراج اول السنه، لازم اشوف البرج بتاعي بيقول ايه اول السنه خالص في يناير. اوكي. لكن باقي الايام بالصدفه ممكن لو جت قدامي او كده ممكن اقراها، بس بالنسبه لي برضو لما بقراها بحس اللي هو ايه بعض من الطاقه الايجابيه بتديها لي او التفاؤل او كده، بس يعني مش دافع، يعني بتديكي نوع من دافع، حيز. حيز اكتر. ما يتروا لو قالك ما تقصيش شعرك ما بتقصيوش؟ طبعا. للدرجه دي انا مصدقه الموضوع؟ لا. اصل هو التاروت طاقه، انا مش عايزه افتي طبعا في خبراء اكتر يكلموني، بس هو طاقه وانا بصدق في الطاقه. فانا جربت ان هو يعني ايه هم يقولوا لي ما تعمليش حاجه فاعملها اشوف الدنيا هتمشي ازاي ويحصل ايه. يعني مثلا في موضوع الشعر لو اتكلمنا، يعني قال يعني بلاش نقص شعرنا في الوقت ده في وقت ليه معين. مثلا شو بيحصل طاقه ليه؟ القمر معين حاجه كده عندهم هم، اللي هو لو قصيت شعرك هيبوظ هيبقى مش صحي او كده. اوكي. قصيت وجربت وباظ فعلا. ده حقيقي. له علاقه بالشعر؟ ما تفتكريش له علاقه بحاجه تانية؟ لا مش عارف، بس يعني لا علاقه بالكوافير. لا قصيت بنفسي والله بنفسي. سامع شو بقول الدكتور؟ له علاقه بالكوافير؟ انا بضحك، انا مش عارف. انت ايه برج دكتور على فكره؟ تور. مثل بعض، بس الرجل التور بيختلف عن الست. بيختلف عن الست كتير. بتوافقونا؟ اوكي. تنبتدي من هنا. لا بس ما تجوش عليا بقى. لا 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 لا، انا ما بتكلمش في الحته دي. لا لا لا، غير موضوع. ده غير موضوع. دكتور، الناس اللي بتشوفهم مدمنين الى حد ما بين هلالين، بين مزدوجين،
لا قراءة الطالع ولا معرفة الأبراج ويتصرفوا إزاي ويعملوا إزاي، نوصفهم إيه؟ عندهم حالة معينة؟ إحنا مش هنتكلم عن الناس العادية، أغلب الناس العادية، لأن دوت من تراث متواصل، ليها تأصيل تاريخي من الفراعنة وبعد كده انتقلت للعرب، وفي أوروبا نفس الحكاية، فليها تأصيل تاريخي، وكل واحد يستخدم في الفنجان، في الفنجان، في الطارود، في الأبراج، وسائل مختلفة، وسائل مختلفة. هو هنا بيبقى يعني، لكن اللي يوصل لمرحلة الإدمان دي هنا الخطورة، لكن عادي ممكن يقرأ يطلع يحاول يشوف، لكن اللي يبقى كل الدنيا مسيطرة عليه ده هنا بنسميه، بنحطه تحت بند الشخصية اللي اسمها سكيزوتايبال بيرسوناليتي أو الشخصية الذهنية، تميل لفلسفة الأمور، تميل للقراءة دايما طول الوقت، طول الوقت يبقى مسيطر عليها، قراءة في الطالع، ما تمشيش أي حاجة في حياتها، تتحرك أي حاجة في حياتها غير لما ترجع لحاجة، لو الفنجان اتقرا لها الصبح وتقال لها في حاجة الدنيا باظت. لما هو سمعنا مي، هي مي ما قصت شعري عشان خافت من موضوع بس الطاقة، بس ما اعرفش هي وصلت لمرحلة من الإدمان ولا لا، وما اقدرش احطها برضو تحت السكيزوفرينيا. تعتبري حالك مدمنة مي بهذا الموضوع؟ لا يعني مش للدرجة، مش يعني للدرجة. مثلا في وقت مثلا يقول لي ما النهاردة هيحصل مشكلة، يعني كل يوم انت بدك تعرف الحظ والفلك والابراج كل يوم. بس مش هو ده ادمان؟ مش عارفه ايه رايك يا دكتور. في فرق ما بين اعرف كل يوم، وفي فرق ما بين حياتي كلها، انا ليه اقول ادمن حاجه يعني كل يوم بمارسها وبزود فيها وبقيت ما اعرفش امشي حياتي من غيرها، يعني مثلا اصحى الصبح لازم اقلب الدنيا ادور على حظك اليوم. في واحد تاني ممكن لو عدى يومين ثلاثه ما قراش، او مثلا يبقى مرتبط لو اتقرا له وحش خلاص الدنيا انتهت بالنسبه له، او ممكن يبوظ جوازه كامله مثلا عشان قال له البرج مثلا شخص يبقوا مرتاحين بعض جدا والدنيا مظبوطه جدا، يقوم حد يقول لها بس البرج ده مش متناسق مع البرج ده، اصل في شخصيته هيطلع كذا، يبقى الطرف الثاني مستني اي غلطه عشان يعني بيديكي مثل افكار خلاص مترسبه وتترسخ في ذهنك، يخليك تبقى مستني اي غلطه. ده فعلا ده صح، ده عمل كده، صحيح ده عمل كده، ده انا اتقال لي ان هو برج الفلان، فانا ده انا اتحذرت منه وما سمعتش الكلام، اهو ده اللي حصل هنا. ما ممكن بيقول تخرب بكده. اصبح عندكم نوع من خوف، يعني في حال ما عملتش الحاجه دي او سمعت الكلام او زي ما الطاقه بتقول لي انا ممكن يحصل لي حاجه وحشه، اصبح نوع من قناعه؟ ما في كتير من الاوقات يعني مش انا عارفه ان ممكن كتير يقول لك لا انا مش بؤمن مش بقتنع، لا مقتنع شويه يعني بقرا مثلا برجي بيقول ايه الاسبوع ده، او التاروت بيقول طاقتي ايه الاسبوع ده، بحاول على قد ما اقدر اللي هو يعني لو في حاجات يعني مثلا انا مثلا ده واقع ان قالوا لي النهارده من بعد الساعه 5 هيحصل مشاكل ولازم ما احتكش بناس كتير وكن في البيت شويه، طيب اوكي ما انا داخله على ويك اند مكاني في البيت فاهم ايه اللي هيحصل، لكن لو عندي شغل هنزل بس هاخد احتياطات يعني حد بيستفزني ماشي استفزني بس انا مش يعني هتحدى ده. بس وكانك تكوني شايفتي ماي ياسمين. انا بالنسبه لي باخد حذري من بعض الابراج اللي انا اتعامل معاهم، بحس اللي هو مش مناسب ليا مع برجي. مين مش متناسب مع برجك يعني مثلاً؟ انا مثلا العقرب. طب لو جاء مثلا راجل كويس او ست كتير كويسه بس بمجرد انه البرج بتاعها يمكن ما بيناسب برجك او ما في توافق، لا هتعامل عادي بس هبقى يعني الحاجات متحفز. اللي عندي متحفزه ليها اللي انا ابقى مخلي بالي ده صح ولا لا، ما انا برضو بتعامل مع الشخص عادي لحد ما اثبت اللي انا القاعده اللي ماشيه بيها دي صح ولا لا. وايه ثبت معك مع الوقت؟ ثبت معايا مع الوقت برج العقرب يعني في الارتباط مثلا في الولاد، لا ثبت معايا مثلا ثلاث ارباعهم مثلا شبه بعض فلا ثبت معايا في حته الارتباط. في الشغل لما باجي اشتغل مع حد اسد بعرف اللي انا ببقى مرتاحه معاه في الشغل وببقى يعني بحس اللي هو الشخص كده مرزق. قد ايه حطيتوا فلوس على قراءه الطالع وتشوفوا ناس وتدفعوا؟ لا انا ما حاطين مبالغ. لا مش مبالغ بس دفعت مرة يعني اكثر مبلغ دفعتيه كان كام؟
كان في لبنان يعني فبالدولار بقى. نعم كان ايام. هلا كان ايام. هلا تديني انا الدولار انا بشوف. انا اديني الدولار انا الدولارات اللي بس كانت لطيفه والله كانت تجربه لطيفه. يعني بتدفع ما عندك مشكله اذا قالوا لك ده حد شاطر وعاوز ياخد مبلغ ما عندك مشكله. كان صحابي في لبنان هناك وجربت يعني ودفعت. ياسمين بتدفعي كمان؟ لا انا ما بدفعش ما ادفعش في اي حاجه. بس انت بتشوفي الفنجان لصاحبتك صح؟ تاخدي فلوس ولا مجانا؟ لا 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 كده فور فان يا جماعه. لا فور فان يعني. وبتظبط معاكي؟ او يعني انا لقيت كده قرايبي يعني بنبقى قاعدين مثلا في الويك اند او كده يعني بنبقى بنشرب قهوه فاللي هو قرينا الفنجان اوكي هقرا الفنجان. بتقري ازاي كده يعني عشوائيا ولا عملت دراسه ولا احساسك ولا الحاسه اللي عندك ايه؟ لا احساس عادي يعني لعبه مش اوكي. فلقيت اللي هو لا يعني لقيت بقى هم مصممين كل ويك اند على كده. لا يا جماعه ستوب انا في ايه احنا بنلعب اصلا. اوكي لا تاني مره بدي احط سعر معين للحته دي. على كل نحن كمان معانا. انا بدفعش انا بيدفع لي انت. مع برج الثور للرجاله صعب. انا اللي بحلل الناس. فلنقف عند راي الدين في هذا الموضوع. نحن على اتصال مباشر مع الشيخ السيد سليمان من علماء الازهر الشريف. مساء الخير. اهلا وسهلا مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا فيك فضيله الشيخ. بدايه تعليقا على هذا الموضوع، ما راي الدين في هذه الظاهره اللي اصبحت منتشره في هذه الكثره في وقتنا الحالي؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فان ادعاء علم الغيب والمستقبل يعد عملا من اعمال الكهانه التي حرمها الاسلام. وذلك يؤثر على عقائد الناس، والاسلام دائما يحرص على ان تبقى عقيده المسلم صافيه نقيه من كل تضليل. ولذا جاء عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم انه قال: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع الإيمان بمواقع النجوم وأبراج الحظ والاستدلال بمواقع النجوم والأبراج على معرفة الحظ والأمور المغيبة يعني الأمور الغيبية منهي عنه شرعا، والرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا ذلك فقال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والحديث السابق: من أتى كاهنا أو عرافا. طيب. اعتقاد صحة التنبؤات عن طريق الأبراج محرم شرعا، وهناك من الفقهاء من جعله من أبواب الكفر والعياذ بالله. ولكن قراءة الأبراج دون الاعتقاد بصحتها، وهناك فرق بين أن نقرأ الأبراج ونعتقد بصحتها ونؤمن بها، وبين أن نقرأ الأبراج دون الاعتقاد بصحتها. هو من المكروهات. طيب لأن قرأها الإنسان زي ما يكون واحد بيتابع صفحات الفيسبوك فلقي ناس كاتبين عن الأبراج أو عن الحظ فقرأها فقط يعني لا يؤمن بها ولا يعتقد بها ولا يعني أي شيء. عشان كده أنا بسأل حضرتك، يعني هي كمان ممكن تكون من باب التساؤل، يعني نوع من أنا ممكن أتسلى أو نوع من حشرية فضول عند الناس. إذا كانت من باب الفضول لكن دون الاعتقاد بصحتها ودون الإيمان بتنبؤاتها فهو شيء من المكروهات، والمكروه يعني يثاب تاركه ولا يذم فاعله أو ولا يعاقب فاعله. فهنا تكره. ليه؟ لأنها لا فائدة فيها ومضيعة للوقت، وقد تؤثر في اعتقاد الشخص إذا ما وافقت الواقع أحيانا، لأن ربما هذا العراف أو اللي يسمي نفسه معرفش عنده علم الأبراج والكلام أو قراءة اللي هو الطالع. هذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الأمور إذا ما إنسان وليكن تنبأ بشيء وهو يعلم أنه كذاب ويعلم أن ما يتنبأ به ولا يعلم شيء عن الغيب أصلا، إذا ما تنبأ بشيء ثم صادف الواقع فقد يؤثر في بعض أصحاب النفوس الضعيفة، قد يظن أن هذا يعلم الغيب. الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم الغيب غير الله سبحانه، يعني لا يوجد
حتى الملائكة المقربون لا يعلمون الغيب، الأنبياء والرسل لا يعلمون الغيب إلا إذا أطلعهم الله سبحانه وتعالى على أمر غيبي ليبين لهم شيئا من الأشياء، أو ليبين لهم كيف تصير الأمم فيما سيأتي. وهذا ما حدث مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، أطلعه الله سبحانه وتعالى على الماضي، يعني على الأمم السابقة، والتقى الأنبياء والمرسلين، وأطلعه الله سبحانه وتعالى على الحاضر الذي هو يعيش أمور في أماكن أخرى رآها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلعه الله سبحانه وتعالى على المستقبل حينما رأى الجنة ورأى النار ورأى الذين يعذبون لأنهم لا يصلون والذين يعذبون لأنهم يأكلون الربا وما إلى ذلك. نعم شكرا. فهذه الأشياء الذي أطلعه عليها هو الله سبحانه وتعالى. أما أن يعتقد إنسان أنه يعلم الغيب أو أنه يتنبأ بالغيب أو أنه يسخر الجان وما إلى ذلك، كل هذه الأمور هي أمور كاذبة ومنهي عنها شرعا ولا علاقة لها بالصحة، هي أمور مبنية على الكذب والخداع والغش لا علاقة لها بالواقع أو بالصحة بتاتا. شكرا لرأيك فضيلة الشيخ، شكرا على هذه المداخلة. دكتور، من خلال اللي سمعناه بالحلقتين ما بين الأمس وما بين اليوم، عم لاقي الناس بتقصدهم بكثرة، يعني رغم نهي أو منع أو محرمات أو غيرها من الأمور، هل لأنه أصبحنا اليوم نحن محتاجين لأمل، لفسحة أمل، الناس بتروح الحتة دي؟ هو الجزء دوت بيتلعب على السبكونشس، العقل الباطن بتاع الإنسان، وبيتلعب على نقطة الفرح، أنا عايز أحقق حاجات معينة، فانا مثلا في حاجات معينه ستاندرد تسعدنا كلنا، يعني واحده عايزه زواج سعيد فابتدي اكلمها على الزواج السعيد وابتدي احكي لها حكايه يهيئ لها ذهنيا ان الراجل ده عارف حاجه، او واحد مثلا عايز وظيفه معينه في حته معينه فابتدي ارمي له الحكايه، او عايز ورث ابتدي، هم بيلعبوا على ست سبع حاجات من الشهوات الاساسيه يبتدي يكلموا عليها، فالشخص يبتدي هو ذهنه الباطن فيه الحاجات دي وفيه بتاع، يبتدي بقى يتحفز، اه صحيح ده بيقول لي، ده بيقول لي صح، ده بيقول لي حاجات حصلت، فبيبقى فيها لعبه نفسيه شويه اكتر من ايه ان هي حاجه باراسايكولوجي او ما وراء الطبيعه. في ناس من الصالحين ربنا بيطلعهم زي ما فضلت الشيخ قال، بس ما بيستغلوهاش، يعني ما بيتاجروش بيها، لكن اللي بيقرب دايما زي ما اقول لك بيبقى دارس، اخش لك من الحته دي، فانت تبتدي تركزي، اه صحيح تحصل. طب ليه كذا. احنا ما نفهمهاش كمان من ناحيه تانية، ممكن يديها زي ما قالت ياسمين، ممكن يديها نوع من طاقه، ما هو بيديها نوع من الراحه النفسيه، بقول لك راحه نفسيه، يعني انا بدل ما اروح ممكن استشاري نفسي، بيلعب على الجزء بتاع الجوي بتاع السعاده بتاع الحاجات اللي انا عايزها، بس على فكره ده ممكن يعزز عندها طاقتها الايجابيه اللي انا عايز احققها، يعني مثلا ما هو لو عايز احفزك بطريقه اعمل لك دافع، مثلا اخلق لك قصه معينه، اخلق لك قصه معينه واقول لك مثلا انت في خلال 5 سنين ممكن تبقي في المكان الفلاني، بس مش لازم اقول لك التفاصيل بالظبط، يعني هو ساعات الناس بتصادف ان التفاصيل تحصل بالظبط فابتدي اصدق الشخص، لكن انا ببقى جاي العب على جزء التحفيز، جزء هي عايزه ايه، الانا بتاعتها عايزه ايه، هي هتحقق السعاده داخليه، لما ابتدي اكلمها على الحته دي تبتدي كل حواسها تنتبه لي، يبتدي ينقلها زي ما بتقولي طاقة، مثلا غير ما أقول لواحد مثلا أنت هتموت بعد شهرين ثلاثة، ممكن اللي بقول له هتموت بعد شهرين ثلاثة ده أخلق له حالة إيه؟ حالة ذعر وبيحصل للأسف مثلا، بس هو ده الشخص ده بيبقى عايز إيه؟ عايز يلعب حاجة عليه، خصوصا بعد ما الموضوع يتحول إيه؟ من علم لمكسب مادي او تحقيق بتاع ان انت تبقى متعلق بالشخص دوت، ان هو طيب عدى الشهرين ثلاثه وما حصلش حاجه، يقول لك اصل مش عارف البرج بتاعك الناري، يقعد يديك تفصيلا ايه خلاص عدت السنه، مش سنتك ممكن السنه اللي بعدها، ما هي ياسمين شو اسمع زي ما انت عايز، بس تبقى عارف شفتي شو مشكلة برج الثور؟ شفت دكتور نحن رجعين ما انا لو انسحبت هتقولي عينة دي لا 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 مش هتعملها وانا موجودة خلينا بس لانه تقريبا شارفنا على النهاية، ابرز التوقعات اللي اتقالت لك وصحت صدقت، ابرز التوقعات مثلا شغل جديد
حصل؟ اه طبعا. سفر دي اكتر حاجه بتحصل يعني. اوكي. الفلوس دايما بيقولوا في فلوس جايه او في فلوس هتتاخر ولا حاجه، بس بحسها ان هي مش صادقه قوي اكتر من هو يعني اجتهدت هيجي لي فلوس، لكن اوكي زي ما لعب شغل سفر حياه بس زي ما ياسمين. في الارتباط اللي كان اكتر حد ممكن ارتبط بيه برج الجدي، وهيبقى نسبه التوافق ما بيننا كويسه، وده حقيقي انا دايما بلاحظه في حياتي. واتقال لي ان انت هتغيري عربيه في شهر 4 وتبداي تبيعي من شهر 3، وده من باب الصدفه اللي انا حاليا ببيع عربيتي في شهر 3 ومش عارفه بقى اجيب شهر 4 ولا لا. هننتظر يعني، بس انا خلاص ببيع دلوقتي فاتقالت لي في اول السنه. ما كنتش حاطه اصلا في بالي ان انا ممكن ابيع العربيه. ما كانت في بالك. اتقال لكم توقعات سيئه بشعه، العلاقه بالموت، العلاقه بفقدان شخص، حد قال لكم توقعات زي دي؟ لا الحمد لله. لا لا. لا انا حتى يعني اي حد مثلا ممكن يقول لي اي حاجه سلبيه او سيئه ما بحبش اسمعها. بحب اسمع كل الحاجات الحلوه. خلاص عاوزين عاوزين المحفز ده. دكتور ختاما ونصيحه لكل الناس اللي عم تتابعنا، لانه مع كلمتك رح ننهي حلقتنا وموضوعنا لليوم، للاشخاص اللي بيروحوا بيقولوا احنا من باب التسليه ومن باب الفضول لا اقل ولا اكثر، وللناس اللي عندها تقريبا ادمان شبه اسبوعي تما نقول يومي، لا الادمان محتاج يتعالج ومحتاج تعديل. بدي علاج؟ اه بدي علاج، لانه بيربط حياته بيه كلها، لكن من باب التسليه مش هقدر انهي على حد عن باب التسليه. ممكن التسليه تقلب لحاجه جديه؟ بصي هي ساعات التسليه لو يعني مثلا انا جاي اتسلى في حاجه وصدفت معايا ان الامر تحقق بيقلب للادمان، لان الحياه كلها بتبدا كده، بتبدا انا بجرب حاجه ثم التجربه دي تتحول لايه؟ لاعتياد. ثم تصبح شيء ثابت في ثوابت. كده عم اقول لك ممكن التسليه تصير نوع تسيل. من فانت ساعات مثلا اقول لواحد ما انت زي الادمان ما تجربش حاجه، انت ما تبقاش عارف انت هتروح سكتها فين. في واحد يقول لك انا جربت وتسليت وضحكت وخلاص، لكن هتدخل نفسك في لعبه مش ما انتش قدها، لان بيقول لك بيبقى سيطره عقليه. هو نوع العلاج من الحالات دي اسمه ايه دكتور؟ بنعمل برضو علاج اسمه كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، علاج سلوكي معرفي وعلاج تحفيزي، اعكس له علاج تحفيزي. هو هنا الشخص بيبقى محتاج تحفيز، اللي بيدور على حكايه محتاج تحفيز، محتاج يحس بالسعاده، محتاج حد يديله امل، وهو ده اللي بيتلعب عليه. هو بيقول لك بيلعب الاحساس الجوي. انا مش ضد الحكايه، بس عارف ما تزيدش عن حق. ما تزيدش عن حدها، او ما حدش يتاجر بيها، او ما حدش يقول لحد انا عارف انت بيحصل لك ايه، او يبقى او مستقبلك وشو اللي هيحصل. مسيطر. انا بحس برضو قعده الستات دي بالنسبه لنا زي مثلا الولاد بيقعدوا يلعبوا كوتشينه او طاوله، دي بالنسبه لنا دي قعده الستات كده. هي نوع من التسليه، هي نوع من التسليه. يعني هو اللي بيقصد انه ما دام هي في اطار التسليه مش مشكله يعني. بس نتسلى، بس ما تصير واحد نوع من نتسلى، ما تخليش ما غير موضوع مش مقتنعه تكلموا اللي انت عاوزاه. هقول لك على بساره جامده اداره ذهنيه، اداره الاكثر تاني. هسالك انا كده مدمنه هلا بدك صار استشاره بهالحلقه. شكرا لكم صبايا، خلينا اختم بس اللقاء. لا انا مش بوقف حياتي فعلا، لا خالص. انا لسه كنت قايله ياسمين ومي، شكرا كثير لحضوركم معنا. دكتور بيم شكرا كمان لحضورك. مشاهدينا على امل تكون حلقاتنا بين الامس واليوم نالت اعجابكم، نلتقي بكم في حلقات اخرى بالنص الكلام. الى اللقاء.